المساعي دي الديوان سلمى. طبعا سلمى لما تيجي نقرا كلمه سلمى يعني ايه يقصد ايه بسلمى؟ عندك محاور كتير. سلمى قد تكون المحبوب، سلمى ربما تشير الى الوطن، وطبعا هنكتشف واحنا بنقرا سلمى ان احنا نميل اكثر الى انها الوطن، ترمز الى الوطن. زي ما الدكتور سيد خالد ابو ديوان قال، حضور طاغي للمراه في هذا الديوان، هنشوف اسم سلمى، هنشوف فاطمه، والسعيد دلوقتي ذكر اسم فاطمه او القصيده اللي قالها كانت بعنوان فاطمه، هنشوف سلوى حقيقي بجد، هنشوف شفيقه، هنشوف حقيقي فعلا يعني. فالمراه حاضره بقوه في هذا الديوان، لكن سلمى زي ما اتفقنا هتبقى اكثر الوطن، وهنشوف هو كلم سلمى او الوطن بانهي كيفيه. الديوان من وجهه نظري ينقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هو حط عنوانه الايه؟ المربع، مربعات المساعيد. ده الجزء الاولاني في الديوان. والجزء والمربعات اللي موجوده تقريبا لو احنا عديناها هنختلف طبعا في العد. ليه هنختلف في العد؟ لان هو في بعض المربعات ما كانتش مربعات. يعني المربعات لازم تبقى اربع شطرات او اربع اسطر. هنيجي نفاجئ بان بعض اللي هو سماها مربعات لا كانت اكتر من كده. اذا هنختلف في العد، لكن هنقول تقريبا احنا عندنا 80 مربع. ده الجزء الاولاني من الايه؟ من الديوان. الجزء الثاني بقى القصائد. التعامل مع المربع لابد ان يختلف عن التعامل مع القصيده. التعامل مع المربع انت عارف ومتوقع، احنا قلنا هنطبق نظريات كتير، من ضمن النظريات افق التوقع. ما انا عارف طالما مربع انا ممكن اسمع ايه. الدكتور قال كلام مهم جدا، ان المربع لازم يكون بحر المكتس، الايقاع بتاعه مكتس، مستفعل فاعلته. وطبعا من اشهر المربعات اللي احنا عارفينها وسمعناها لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم، اسود على كل ظالم. طبعا ده من اشهر المربعات لابن عروس، والكلام والجدل حول ابن عروس معروف. هل هو شخصيه حضرتيه وهميه؟ هل هو تونسي مصري؟ انا مش عايز اعيد كلام قاله الاستاذ الكبير الدكتور خلف ابو ديوان. لكن وانت بتتعامل مع المربع في حاجات ليك انت كمتلقي، احنا بافق التوقع ونظريه التلقي، في حاجات انت ليك كمتلقي، في حاجات تتعلق بالشاعر. ونحذر الشاعر، انت المعنى اللي انت عايز توصله للناس حزن، حزن سواء بقى احنا بنتكلم عن نقد بطريقه التوريه او بنتكلم عن حب او بنحاول نقول حكمه. طبعا في المربعات بتبقى فكره الحكم والتعامل مع واحد ندل واحد واطي، الكلام اللي موجود هنشوفه دلوقتي. ايه الرساله اللي انت عايز توصلها؟ هل هي رساله جاده ولا رساله قد تتحول الى هزك؟ لان مشكله الجناس التام بقى، واحنا بنشتغل على الجناس التام، احد مشاكل الجناس التام ان هو ممكن يخرجك من الجديه والوجدان الحزين والتعاطف مع الموقف ويخليك تضحك وتقول لا 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 ده احنا كده ايه دخلنا في اللعبه، ما اصل انا عندي في لعبه دلوقتي يعني هنشوفها كويس. فاحنا لما قلنا مربع ابن عروس اتاثرنا، الوجدان اتحرك، بقى في حزن. ليه في حزن؟ تعال نشوف ليه في حزن. لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، معنى عظيم جدا. ابيض على كل مظلوم، اسود على، لا يمكن تضحك، ده انت بتنفعل وتعيش في اجواء القصيده. لكن لما يجي مثلا احمد شوقي وحافظ ابراهيم يهزروا مع بعض، فاحمد شوقي يقول: واودعت انسانا وكلبا وديعه فضيعها الانسان والكلب حافظه. هتضحك لان هو بيشتم فحافظ بالتوريه. حافظ هنا الكلب وحافظه يعني الكلب يحفظ الوديعه والامانه، بس شوقي يقصد حافظ ابراهيم. فايه اللي حصل؟ ان انت خرجت من جو الجديه لجو التهريج، عفوا يعني. فدي مشكله اللعب، لعبه الجناس التام. ابن عروس في الابيات اللي احنا قلناها ما دخلش في الجناس التام عشان يوصل المعنى المؤثر
دون اي مزحه، مفيش مزحه يعني احنا بنتكلم ده. طبعا شوقي حافظ الرحرابي برضه بنفس الفكره اللي هو فكره المزحه، يقولون ان الشوق نار ولوعه فما بال شوقي اصبح اليوم باردة. شوقي عامل الشعر. فانت لما تسمع لا خلاص انت عارف ان ايه، ان في هزار، في مزحه بالتالي، تمام؟ يبقى واحنا شغالين في الجناس الشاعر دايما والمتلقي يحاذر، الاثنين لازم يحذروا. احنا هندخل في معاني عميقه ومعاني مؤثره ولا مع بعض ممكن ما فيش مشكله ان الشعر يكون له هدف امتاع بلعبه الجناس، تمام كده يا جماعه؟ فده اللي احنا لازم ناخد بالنا بيه واحنا بنتعامل مع فن الايه؟ فن المربعات. المساعيدي انا من وجهه نظري يعني اجاد صياغه فن المربعات بشكل كبير، لكن انا عايز اوضح حته صغيره كده. ان المربع ممكن يبقى فن وهم؟ طيب ماشي. طب عشان اذان يا جماعه القاعه بتقول لي اذان، فانا هستاذن حضراتكم ان احنا ايه؟ دقيقتين بس. هنا من بحر المجتث كما اشار الدكتور وكما اعدنا القول. لكن في مربع ممكن يكون من بحور اخرى، ساعتها ممكن نقول ده بقى زجل مش هينفع نسميه يا جماعه فن الورق. يبقى حضرتك لما تشوف مربع حتى لو ينطبق عليه الشروط ولكن لقيته من بحر اخر غير بحر المجتث فانت امام مربع زجل. زي ايه؟ على كفك. او طبعا الجماعه الصعيد يقول اللهجه في حد ذاتها هي جمال، يعني انا كده بتطفل يا حقيقي، يعني نحن نتطفل على هذه اللهجه الجميله، فاحنا تعذرونا لما ننطق باللهجه بتاعتنا. لكن انا بس عايز اشير للمربع ده اللي هو هيبقى مش فن واو بقى، هيبقى نعتبره نوعا من الزجل. على كفك او على كفك وزن الاول ولا عمرك علينا جنيه، ده كده مش مجتث، ده بحر الوافر. مفاعيل على كفك وزن الاول ولا، اتفقنا كده يا جماعه عشان بس نحس بالايقاع واحنا بنشتغل. فانت دلوقتي مش قدام ايه؟ مش قدام فن واو، انت قدام مربع اه لكنه لا ينتمي الى ايه؟ الى فن. وطبعا اللعبه المساعيدي خلاص هو حريف في المنطقه، راجل حريف فبيعملها اكتر من مره وباكتر من بحر. ماشي كده؟ تمام. طيب نشير الى حاجه ثانيه برضو. طبعا هو هنا يعني برضو توصى بالمراه كتير، يعني احنا قلنا ان هو تعامل مع المراه بشكل رائع لكن برضو خبط. فممكن تقول لنا المربع بتاع التخبيط كدكم ايوه كدكم ده شكل حشا خلى الجليد معطوب. كده مع حاجه مهمه حاجة مهمة. كيتكم ده شكل حشا خلى الجريب معطول، واللي ما يعرف خشى يرمي الحديد معطول. شايفين معطول؟ لعبة بقى، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. هنا بقى عندي ايه دلوقتي؟ جناس تاني. يعني حاذر، احنا هيبقى في مزحة ولا في جدية؟ خلاص. دايما نخاف ونحذر من الايه؟ من الجناس التاني. عشان ما كترش الوقت، طبعا المساعيدي راجل مثقف قارئ، مش بس مطلع على الفولكلور الشعبي في الصعيد والسير والملاحم، لا ده هو راجل قارئ تاريخ. يعني هنلاقي هنا استدعاء للتاريخ، ويمكن بقى ان احنا نستخدم مصطلحات النقد ونقول هو يتناصم على التاريخ في قصه الملك النعمان والنوق. طبعا انت هتسعفني لو انت حافظ المربع تقوله لي على طول، انا لسه هدور. فانا عشان ما ادورش، هو لو انت حافظ المربع حافظ ولا اكمل؟ مفيش مشكله نكمل. فاذا هو ليس مجرد فقط انه مبدع ولكنه ايضا قارئ جيد للتاريخ ولديه رصيد ثقافي كبير يستدعيه كيفما شاء. مش هكتر كتير في موضوع المربعات وفن الواو. زي ما اتفقنا ملخص الجزء الاولاني من الديوان هو فن واو زائد بعض الايه؟ بعض الزجل زي ما ادينا بعض الايه؟ الامثله.